السلام عليكم، معاكم كوتش منير. النهارده هنتمرن تمرينات بسيطه شويه، ركزنا على الناس اللي عندها مشاكل في المفاصل، سواء كانت في الركب او في الكوع او الشولدر ايا كان. كل المشكله ان اللي عندهم مشكله في المفاصل مش محتاجين تمرينات عنيفه او حركه كتير. احنا هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل استاتكس ثابت. كل اللي هنعمله للرجلين عشان اقوي عضلات الرجلين من غير ما ارهق الركبه. هنزل كده واسند على الحيطه واعد 10 ثواني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جود. اقف طبعا، كل الناس رجليها بدات تحس بيها شويه. هنكرر ده كمان مجموعه. يلا بينا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كويس جدا، احنا كده بنقوي عضله الكوادريسبس او العضله الاماميه عشان تحمي الركبه. هنعمل حاجه كمان لعضلات الشولدر لمفصل الكتف. هقف كده ثابت واعد 10 ثواني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي، انزل اخد نفسي اطلع لقدام ثابت برده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي، كويس جدا. يا ريت اكرر الكلام ده مرتين، كل واحده 10 عدات. هنعمل حاجه كمان اخيره، تمرين اسمه بلانك. ده بيشد عضلات جسمي كلها. هقف على مشط رجلي، ابص قدامي، هعد 10 ثواني. 2 4 6 8. اوكي، كويس جدا. ممكن اعيد تمرين الكتف تاني، اثبت فوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انزل، كويس جدا. كل الناس كده وجعتها، يلا فوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اخر 10 ثواني البلانك. يلا مع بعض، يلا نبدا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كويس جدا كده، احنا اشتغلنا على شويه تمارين بسيطه جدا، قوينا العضلات وفي نفس الوقت ما ارهقناش المفاصل. واشوفكم بكره ان شاء الله. اهلا بيكم مرة تانية، ودايما بنحب نبتدي يومنا باستطلاع حالة الطقس. ومعنا دكتورة ايمان شاكر، خبيرة الارصاد الجوية. صباح الخير دكتورة. صباح ايمان. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الخير يا دكتورة ايمان. صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الفل. ايه الاخبار، طمنينا يا دكتور. هو طبعا احنا زي ما احنا قلنا ان في بداية ارتفاع في درجات الحرارة. الارتفاع ده هيكون بحوالي من درجة لدرجتين تقريبا، هتكون اعلى من المعدل بحوالي درجتين عن المعدل الايام الماضية. فمتوقع ليها تصل النهارده على القاهره 38 درجه. فالطقس هيكون شديد الحراره على معظم انحاء الجمهوريه اثناء النهار، اثناء الليل بيكون لطيف على كافه الانحاء. طبعا احنا بناكد على كل الساده المشاهدين
عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر لبعد العصر، لأن دي فترة اللي هتسجل فيها أعلى قيمة لدرجة الحرارة. أيضا في ارتفاع في نسبة الرطوبة اللي احنا ملاحظينه بقالنا فترة، النهاردة مستمر معانا، وكان في شبورة مائية في الصباح الباكر لكن بدأت إن هي تنتشر دلوقتي وبدأت الشمس تطلع، فارتفاع الرطوبة ده هيزود إحساسنا بارتفاع الحرارة. طبعا يعني أهم حاجة إن احنا نكون في أماكن جيدة للتهوية، نستعد عن الأماكن المغلقة علشان ما حدش يصاب أي اختناقات نظرا لارتفاع الرطوبة مع ارتفاع الحرارة. فيما عدا ذلك يعني ما فيش أي مشاكل في حالة الطقس إن شاء الله. تمام. درجات الحرارة المتوقعة يا دكتورة إيمان؟ القاهرة 38 درجة، ساحل الشمالية اسكندرية مطروح من 32 ل 33، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 38 ل 39، جنوب الصعيد هنا والأقصر وأسوان وخلايا بوشراتين من 42 ل 43 درجة مئوية. طيب مهم قوي برضه دكتور نعرف حركة البحرين أخبارها إيه؟ لا البحرين معتدلين ومهيئين لكافة عمليات الصيد والملاحة، ما فيش أي مشاكل في البحر. طيب بنشكرك شكرا جزيلا دكتور إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا بحر. العافية. صباح الخير عليك. نبتدي معاكم أخبارنا في هذا الصباح. افتتح مطار العاصمة الإدارية الجديدة تجريبيا، حيث هبطت أول رحلة داخلية تابعة لشركة مصر للطيران. كمان هيساهم المطار في تحقيق نقلة نوعية كبيرة جدا وتنموية شاملة في المنطقة الخاصة بها طبعا في العاصمة الإدارية، وهيتصل المشروع بمحور تنمية قناة السويس ومنطقة العين السخنة الصناعية اللي بتضم طبعا الموانئ البحرية المهمة جدا. شوفوا التقرير ده مع حضراتكم ونرجع مرة تاني. الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق خطة الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة على الأصعدات كافة ومنها قطاع الطيران المدني، تم بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الدولي بهبوط أول رحلة طيران داخلية، ليعد واحدا من المطارات المصرية الجديدة ونواة لأحدث أيقونة معمارية ذكية في مصر وشمال إفريقيا وهي العاصمة الإدارية الجديدة. مطار العاصمة بيخدم طبعا منطقة خط القناة كلها اللي هو السويس وبورسعيد والإسماعيلية، كمان قد ايه هيضيف مطار العاصمة للعاصمة الإدارية الجديدة للشغل اللي بيتم اللي هو المستثمرين اللي بيتم المستقبلي بالنسبة للعاصمة الإدارية، هيبقى من أحسن الاستخدامات للمستثمرين والجزء التنموي اللي بيتم هناك في العاصمة اللي هيبقى العاصمة مطار العاصمة. عندنا برنامج تحفيز طيران مع وزارة الطيران لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الطائرات سواء من خلال منظمي الرحلات أو شركات الطيران، فكل ده متاح إن شاء الله، وبإذن الله نشوف حركة جيدة سواء كان في مطار سفينكس مع افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية 2020 أو مع زيادة الحركة في منطقة العاصمة. مطار العاصمة الإدارية الجديد سيسهم في تحقيق نقلة نوعية وتنموية شاملة في المنطقة، لما يمثله من موقع متميز ليكون ملتقى للتجارة العالمية ومقصدا سياحيا في الفترة القادمة. بيمثل مطار بديل لمطار القاهرة، مطار بيمثل إضافة لمنظومة المطارات المصرية، مطار بيمثل منظومة متكاملة داخل الحكومة ما بين وزارة الطيران المدني، ما بين وزارة النقل بشبكات الطرق المتواصلة، ما بين وزارة السياحة وخدمة السياحة. المطار الجديد تم تنفيذه وفقا لمعايير السلامة والأمان للملاحة الجوية العالمية. سعة المطار ده 300 راكب في الساعة، ومجهز في تصميم ان هو يزيد الساعة بتاعته، مجهز بجميع احدث الاجهزة اللي موجودة فيه بالكاونترات بالجوازات بصالة الوصول صالة السفر صالة الفي اي بي المهبط خاص بيسع لثمان طيارات. عندنا اثنين سير، واحد سفر واحد وصول. عندنا البرج ارتفاعه 33 متر ومجهز بأحدث الأجهزة الملاحية الموجودة. الممر طوله 3650 متر، عرض 60 متر، البي سي ان بتاعه 87، وده حاجة مهمة جدا، يستقبل أكبر أنواع الطائرات. إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية باعتباره مطارا محوريا سيسهم بشكل كبير في إحداث طفرة نوعية في حركة السياحة والطيران المدني. محمد حلمي، النيل. وصل مؤتمر قادة العالم الأفارقة للتعليم العالي فعالياته لليوم الثاني على التوالي بجلسات حوارية بمشاركة العديد من الخبراء الأفارقة في مجال التعليم. كمان بتستمر فعاليات المؤتمر حوالي 5 أيام بتتضمن العديد من الجلسات الحوارية بين الأطراف المعنية للوصول لتوصيات تحقق الأهداف المطروحة على الساحة.
جلسة متواصلة من قادة التعليم العالي الأفارقة في مؤتمرهم الأول في مصر. الجلسة الأولى حظيت بمشاركة واسعة من المتخصصين لتبادل الرؤى وتجارب المشاريع المتداولة بين الجامعات. والجامعات المصرية والبرايفت سيكتور عشان نوصل لتطوير التعليم العالي على مستوى القارة الأفريقية بيادة طبعا هي بيبقى مشاركة من الجميع، والأزهر طبعا بيبقى له دور مؤسسي مهم ودور أساسي. منصة لتبادل الآراء والأفكار حول قضايا التعليم في إفريقيا وكيفية الاستفادة كل بلد وكل جامعة من تجارب الآخرين وكيفية التعامل مع المشاكل المستمرة والمتجددة. الجلسة شهدت أيضا طرح أفكار للاستفادة من مشاريع الخريجين بالجامعات والاستفادة من بعضها ومحاولة الاستعانة بها كمشروعات صغيرة ومتوسطة. جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أصلا يدخل في تمويلها أو تشجيعها وينتقي منها المشروعات التي تسمح بها الدولة والتي تؤدي إلى رفعة مستوى الصناعة. إلى جانب الجلسات عقدت أيضا على هامش المؤتمر ورشة عمل لمناقشة الخطة الاستراتيجية لاتحاد الجامعات الإفريقية 2020-2024. التوسع في التعليم الفني والمهني ليشمل التعليم الجامعي، ودي طفرة جديدة لأن أفريقيا يعني وجدت أن عشان يتم تنمية لازم فعلا نعد الكوادر المهنية وندربهم كويس ليكونوا على استعداد لمواجهة تحديات التنمية المستقبلية. المؤتمر يحظى بمشاركة عدد من الدول الأفريقية، كما يحظى بمشاركة 180 جامعة بتمثيل رفيع المستوى من كل قارات العالم. جلسة حوارية بين مختلف قادة جامعات إفريقيا تؤشر على رغبة لوضع التعليم العالي في طريقه الصحيح بمفاهيم مختلفة تصب في نهاية المطاف في طريق التنمية المستدامة. رمضان المطعمي، النيل. أكد اللواء محمد شرف رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور توافر جميع أنواع الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين وثبات الأسعار دون أي زيادة. جاء ذلك في إطار جولة داخل السوق للوقوف على معدلات الأسعار وتفعيل آلية الرقابة على الأسواق لمحاربة الاستغلال. تم تقرير المحطة. في أعقاب ترشيد دعم المحروقات وتحريك أسعار الوقود، تجولت كاميرا النيل للأخبار داخل سوق العبور للوقوف على مدى توافر الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة دون أي زيادة. بالنسبة لسوق العبور ده سوق جملة مش مرتبط بمحروقات زادت أو قلت. بدليل مثلا لو احنا اتكلمنا عن الليمون، الليمون كان من شهر ونص كان الكيلو بره ب 120 جنيه، هو كان في سوق العبور من 50 ل 70. طب النهاردة الليمون بكام مع ارتفاع المحروقات؟ ب 15 جنيه و 20 جنيه. فإذا المحروقات ملهاش علاقة بداخل سوق العبور لأنه سوق جملة. من جانبهم أكد التجار استقرار حركة تداول جميع أنواع السلع والمنتجات الزراعية، حيث تلاحظ ثبات متوسط الأسعار لجميع المعروضات من الحاصلات المحلية والمستوردة. من يوم العيد الصغير لغاية النهاردة ما عنديش أي ارتفاع في أي سعر، وحركة البيع يعني عندي في السوق 50%، لأن كل الأصناف موجودة طبعاً، وإحنا الموجة الحارة بتأثر معانا أو كان برد، يعني بنشتغل عوامل جوية وعرض وطلب، فأنا ما عنديش حاجة اسمها ارتفع عشان الوقود ولا أرخص عشان الوقود، أنا عندي عرض وطلب. لا ما فيش أي زيادة خالص، بس الزيادة بتيجي على حسب الجودة، على حسب جودة المنتج بس مش أكتر، على حسب النظافة، وكل على حسب المحل بسعره والمستورد بسعره. لا مش مؤثرة كتير، بس يعني الزرع برضه بيتكلف، يتكلف في عمالة، يتكلف في شغل، يتكلف مشالات، يتكلف في هالك، ده كله ده في السبوبة. ليه انت بتاخد الميزان هنا بتوزن شكرا زي ما هي في حلو بوحش، بتروح هناك بتصرف، بيطلع فيها هالك، بيطلع انت وحظك برضه غصب عن البنادم، البياع غصب عنه. الجهات الرقابية تقوم أيضا بعمليات المتابعة والتفتيش بالمنافذ والأسواق لضمان سيولة عمليات البيع والشراء وتوفر المستلزمات المطلوبة دون احتكار أو استغلال قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. آليات وإجراءات رقابية تتخذها قطاعات الدولة المصرية لضبط الأسواق ومحاربة الاستغلال وجشع التجار في ظل حالة من الاستقرار والثبات في أسعار بيع وشراء الخضروات والفاكهة، ولكن يبقى دور التوعية وسلوكيات المستهلك. ياسين سيف.
النيل. فتحت قاعة الاطلاع الرئيسية والبوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، فتحت أبوابها لجمهور القراء والمثقفين رسميا عقب الانتهاء من تطويرها. وكمان بتقدم القاعة التي تتسع لحوالي 230 مستفيد خدمتها بالمجان، بيمكن كمان للقراء الاطلاع على الكتب المطبوعة والوسائط المتعددة. نشوف التقرير مع حضرتك. نقطة ضوء جديدة تضاف إلى أحد أهم معاقل القوى الناعمة في مصر. قاعة الاطلاع الرئيسية بالهيئة العامة لدار الكتب تفتح أبوابها للمثقفين في حلة جديدة، حيث تم تطويرها بشكل شامل يهيئ للقارئ الظروف المناسبة لتمكينه وتسهيل مهمته في الدراسة والبحث للاستفادة من كنوز خزائنها. قاعة الاطلاع الرئيسية في دار الكتب والوثائق القومية بتكتسب أهميتها الأساسية من ما هو موجود خلف الجدران من رصيد لهذه الدار، اللي هو ببساطة بيمثل تاريخ وتراث مصر. كنز اللي موجود في هذا المكان احنا مش شايفينه. المكان اللي احنا متواجدين فيه هو اللي بيستقبل الرواد للاطلاع، المستفيدين بيترددوا بيطلبوا العناوين اللي هم محتاجينها، الكتب بتصل من خلال الزملاء العاملين في المخازن الى، فإذا هذا مكان اللي احنا بنصطلح على تسميته بالريدنج روم. عمليات التطوير داخل دار الكتب شملت ايضا انشاء موقع الكتروني حديث للدار يواكب التغيرات الثقافية ويرتبط بالفهرس الالكتروني الخاص بالهيئة، بالاضافة الى المضي قدما في رقمنة محتويات الدار الذي يظهر باكثر من 1.5 مليون كتاب فضلا عن المخطوطات النادرة. الجديد انه الفهرس هيكون متاح من خلال موقع الهيئة. الجزء الخاص بالرقمنة ده هيمشي تبعا لمدى التقدم الحادث في موضوع الرقمنة. احنا عندنا الحقيقة مشروع كبير، رصيد الدار رصيد هائل، احنا بنتكلم على اكثر من 1.5 مليون وعاء. عندنا المخطوطات لوحدها ما شاء الله عندنا اكثر من 60,000 مخطوط، عندنا اوائل مطبوعات، عندنا دوريات، عدد كبير جدا من الاوعية. مشروع الرقمنة ماشي. وتقدم القاعة خدماتها مجانا للجمهور، كما يمكن لأكثر من 230 من القراء الاطلاع على الكتب المطبوعة والوسائط المتعددة والإصدارات المرقمنة في وقت واحد. محمد العارف، النيل. النهاردة ذكرى وفاة الفنان العالمي عمر الشريف، اللي طبعا أعماله وحياته يعني أثرت في حياة ناس كتير جدا وفي العالم كله. الحقيقة عمر الشريف يعني هو ابن مصر اللي اتولد في محافظة الإسكندرية، وكان شغوف منذ صغره بالتمثيل اللي بدأه فعليا على خشبة مسرح كلية فيكتوريا اللي كان بيدرس فيها، وكان زميل للمخرج العالمي يوسف شاهين، وقدم دور البطولة أمام فاتن حمامة في فيلم صراع في الوادي وحقق نجاح كبير جدا، وتزوج فاتن حمامة وقدمه عدد كبير من الأفلام اللي لقت نجاح مبهر زي أيامنا الحلوة، صراع في المينا، لا أنام، سيدة القصر، نهر الحب، وأرض السلام. كمان في أوائل الستينات التقى عمر الشريف بالمخرج العالمي ديفيد لين، والذي اكتشفه وقدم معاه العديد من الأفلام، وبعد نجاح منقطع النظير في فيلمه الأول لورانس العرب سنة 62 لقي شهرة جماهيرية كبيرة، وأصبح العالم الغربي كله بيتابع أفلامه. واستمر عمر الشريف مع نفس المخرج ديفيد لين ليلعب عدة أدوار في عدد من الأفلام، منها فيلم دكتور جيفارو وفيلم رولز ورولز رايس صفراء وفيلم التلج الأخضر. وترشح عمر الشريف لجائزة الأوسكار عن أفضل ممثل مساعد، كما نال 3 جوائز جولدن جلوب وجائزة سيزر لأفضل ممثل عن دوره في فيلم السيد إبراهيم وأزهار القرآن لفرانس ديبرنون في عام 2004، وتم منحه جائزة مشاهير فنان العالم تقديرا لعطائه السينمائي، كما حصل كمان على جائزة الأسد الذهبي من مهرجان البندقية السينمائي عن مجمل أعماله. God.
نشوف أخبار من أماكن أخرى في العالم وتحديدا من مخيم البقاع للاجئين في الأردن اللي فيه 4 أشقاء فلسطينيين بيمارسوا رياضة الملاكمة اللي بتعد هوايتهم المفضلة وحصلوا من خلالها على العديد من الميداليات الذهبية اللي بتثبت موهبتهم. حياة الإخوة المشعلي صارت أفضل عندما التقوا بمحمد عشيش لاعب ملاكمة سابق في الفريق الوطني الأردني واللي أصبح مدربهم فيما بعد. في عام 2000 محمد عشيش أكاديمية الملاكمة اللي بتخدم حوالي 100 طفل من المخيم الفلسطيني وخرج منه العديد من لاعبي الملاكمة الموهوبين اللي حصدوا نجاحات كبيرة جدا على المستوى الدولي. كمان بتعتبر رياضة الملاكمة وفقا للإخوة المشعلي وسيلة للتغلب على مصاعب الحياة في مخيم البقاع، ويذكر أن المخيم البقاع طبعا بيأوي حوالي 119 ألف لاجئ فلسطيني مسجل وفق للوكالة الدولية للأونروا. حملة لرفع الوعي بأهمية التراث الثقافي الفريد في ليبيا في أنحاء البلاد يتم ترميم كنيستين في مدينة شحات القديمة. بنيت كمان الكنيستين خلال حكم الإمبراطور البيزنطي جاستيان فوق مستوى البحر، هما أحد أهم الآثار القديمة في المدينة، وقد دمرت المباني عام 2015 على يد عناصر من تنظيم داعش، لكن ما زالت الأعمدة الرخامية للكنيسة الشرقية موجودة عليها رغم الرموز وعليها عدد من الرموز المسيحية، بينما ما زالت بقايا أرضها الرخامية ولوحات الفسيفساء المحيطة بها، والكنيسة الغربية أثار شكلها الأصلي هي فقط ما تبقى منها. وبتقود طبعا ليبيا الآن مشروع لترميم ما تبقى من أجل الأجيال المستقبلية. القصبة في المرية ذات يوم كانت مقر لسلطة العائلة المالكة إبان الحكم الإسلامي للأندلس. يأتي كمان اسم القصبة من كلمة القصباء العربية واللي تعني حصنا تحيط به الأسوار، لكنها في واقع الأمر كانت أكثر من مجرد قلعة عادية. بإسبانيا بمنظر قلعة مغربية غير معروفة لدى الكثير تهيمن على أفق مدينة المارية الواقعة جنوب إسبانيا بمنظرها وبنائها المعماري المذهل. شيدت هذه القلعة التي أطلق عليها اسم قصبة المارية في عام 955 بأمر من خليفة قرطبة آنذاك، ولم يستغرق بناؤها وقتا كبيرا. نحن حقا داخل قلعة كانت مكتفية ذاتيا، كان بها آبار وخزانات ومتاجر حبوب وطواحين لصنع الخبز ومكاتب إدارية مختلفة، وكذلك منازل يعتقد أن 10,000 من الناس كانوا يعيشون فيها. تخفي الجدران العظيمة لهذا المجمع المترامي الأطراف الحدائق الرسمية المذهلة والتحف القديمة والعمارة غير العادية، كلها تعطي أدلة حول كيف عاش سكانها إبان الحكم الإسلامي للأندلس ذات يوم. كانت قصبة المارية هي مقر السلطة لأفراد العائلة المالكة، كانت أعلى وأقوى طبقة من الناس تعيش هنا، وكان الناس العاديون يعيشون في المناطق المحيطة. وعلى الحافة الأخرى للقلعة يمكن للزوار النظر عبر مدينة المارية إلى الميناء المزدحم، حيث تصل العبارات يوميا من شمال إفريقيا. الرحلة التي قام بها الحكام المسلمون في إسبانيا لأول مرة منذ أكثر من 12 قرنا. دي كانت مجموعة من الأخبار اللي ابتدينا بيها معاكم يومنا النهاردة في هذا الصباح. لسه البطولة مستمرة، بطولة الأمم الأفريقية، ولسه المنافسات مستمرة، أكيد هنعرف التفاصيل مع زميلتنا مجد القاضي بعد الفاصل. اتفضلي مجد.